وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى سلطنة عمان اليوم لتقديم التعازي إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيق بوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، ويرافق سموه حفظه الله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين. كان في استقبال سموه في مطار مسقط صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.